السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هواة الدار مع إيمان. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم واحد الأكلة سريعة، ميني بطبوط في الآلة ديال البانيني. هانتوما معايا نشوفوا المقادير اللي غنحتاجو. عندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق فورص، نسيت ما حطيتش هنا كاس ديال الفينو. عندي كاس ديال الماء دافي، عندي دانون مسوس، كاينه معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، ملح ومعلقه كبيره ديال السكر. هنا بالنسبه للحشوه انا اختاريت شويه ديال الكفته مع الفلافل الالوان ومشحرين مع بصيله. عندي فرماج محمر محكوك، وعندي الزيتون بلا عدم خضر مقطع مكعبات صغار. تقدروا تستعملوا الطون، تقدروا تستعملوا شاركوتري كاشير اللي بغيتوا. هنا درت الكاس ديال الماء سخون معاه معلقه ديال الخميره فوريه ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده والملح معلقه صغيره على حسب الذوق ديالكم. غادي نحرك مزيان باش غيتجانسوا ليا دوك العناصر وتذوب الخميره. هنا غادي نضيف كيف ما كتشوفوا دانون مصوص. الا ما عندكمش دانون مصوص تقدروا تعوضوه ببيضه، حتى البيضه كتجي مزيانه. غنحركوا مزيان جيدا حتى يتجانسوا العناصر كاملين، وغادي نبدا باش غادي نضيف الدقيق. هنا ضفت هذوك جوج كيسان ديال الدقيق. كيف ما قلت لكم نسيت ما صورتش كاس ديال الفينو. غادي نضيفه من بعد مني غادي نجمع العجينه، غادي نجمعها بالفورص كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف كاس ديال الفينو. الفينو كيعطي البطبوط حتى هو كيعطيه واحد الخفه زوينه. ها هو كيف ما كتشوفوا كاس ما عامرش، غير باش يتجمع لينا العجينه ديالنا. والعجينه ما خصهاش تكون قاصحه، خاصها تكون بحال هكا تبقى رطبه بحال جاريه شويه، حيت هي باش غادي نعمروا البطبوط باش يلصق لينا الجوانب يلصقوا على بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا هي العجينه رطبه وخفيفه وما نحتاجش ندلكها بزاف، غير باش نفرغ من هذاك الهواء اللي لداخل. كيف ما كتشوفوا هي راه كتكون صالحه للاستعمال ديك الساعه، يعني ما تخليوها لا تخمر لا حتى حاجه. هنا غادي نشكلها باكيت كبيره وغادي نقسمها على كويرات صغار يكونوا مقادين بعضياتهم، باش كيجينا هذاك البطبوط ديالنا مدور وكيجيو قد قد، ما غاديش تجينا وحده كبيره وحده صغيره. كيف ما تشوفوا انا غادي نبدا نقاد فيهم، نحاول نقاد كل وحده قد وحده على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم الحشوه تقدروا ديروا اي حشوه بغيتوا، تقدروا تعمروا غير بالزيتون وكاشر محكوك الطون والذرة كيجي حتى هو زوين. الا عندكم غير خضيره ديال غير خيزوه تشدوها تحكوها مع قريعه محكوكه وتسوطوها مع بصيله والملحه والبزار حتى هي كتجي زوينه رائعه، تعمرهم بالخضره من الداخل. يعني اللي متوفر عندكم ماشي بالضروري الكفته. كيف ما كتشوفوا انا حاولت نقادهم قد قد حدا بعضياتهم. ها هما غادي نحاول دابا غادي نبدا نعمر فيهم كيف ما غتشوفوا معايا على هذا الشكل. غادي نحاول نبسطهم بالصبع ديالي بحال هكا، غنبسطهم من الداخل وغادي نبدا نضيف في الحشوه. هنا خلطت الزيتون مع الكفته كيف ما كتشوفوا. غنضيف ندير الطبقه الاولى ديال الفرماج وغادي ندير الحشوه ديالي كفته والزيتون، وغادي نعاود نزيد واحد شويه ديال الفرماج حتى هو، وغادي نبدا نلصق من الجوانب كيف ما كتشوفوا. غادي نستمر نفس الشيء، نديرو طبقه ديال الفرماج وطبقه ديال الكفته مع الفلفله الالوان ونبدا نجمع. علاش قلت لكم خاص العجينه تبقى رطبه وتبقى تقريبا تلصق لينا في يدينا، حيت باش نبقاو نقدروا نجمعوا الجوانب ديالها، حيت الا كانت قاصحه ما غاديش تجمعوا لينا وغادي تمزق لينا العجين. اللهم من الاحسن نخليوها خفيفه كيف ما كتشوفوا. هنا كنكورهم كاملين، غادي نستمر في التكوار ديالهم كاملين ونشوفوا الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديالهم عامرين مكورين تقريبا، ها هما قد قد. غادي نجيب آلة ديال البانيني، غندير هاد سخون وغادي ندير ليها الزيت
ضروري. غادي نحاول ندهنها بالزيت من الفوق ومن التحت، لابلاك التحتانية والفوقانية، وغادي نخليها باش تسخن مزيان. عاد غادي نضيف الميني بطبوط ديالي باش يطيب تما. هنا خليتها سخنات مزيان كيف ما غتشوفوا. غادي نبدا نوضع في البطبوط، نوضعو بحال نحاول بحال نقرصو شويه. غنحاول نقرصو شويه، غير شويه صافي. هو تقريبا دغيا كيطيب كيف ما كتشوفوا، انا سديت عليه من الفوق دغيا بدا كيطيب. غنحاول نقلبهم، نحاول نقلبهم للجهة الأخرى ونعاود نسد باش يطيبوا. وما راه كيطيبوا من الفوق ومن التحت، غير انا بغيت باش نعطيهم واحد الشكل. ملي كتبقى تقلب فيهم كيتعطاو دوك الشكل، كيتراسى مزوين ديال هذوك اعمده ديال الاله ديال البانيني، كيتحمروا كيجيو لذاد صراحه، كيجيو لذاد. ما شبعناش منهم وما درتش كميه كثيره، المره الجايه ان شاء الله ندير كميه كثيره. كيف ما كتشوفوا ها هما طابوا الاولانيين، كيف ما كتشوفوا محمرين زوينين وكيكونوا طيبين من الداخل، يعني ما تخافوش منهم. حاولوا ديروا كويرات مقادين وصغار غيجيوكم ان شاء الله زوينين. ها هما الشكل ديالهم، درتهم في التبصيل ديال التقديم. هنا غادي نكمل هذاك البطبوط اللي بقى ليا الاخر، غنحاول نديرو كامل حتى عندي آلة ديال بانيني كبيره شويه. نحاول ندير هذوك السته اللي بقاو ليا كاملين حدا بعضياتهم، ودغيا كيطيبوا غنسد عليهم ونخليهم يطيبوا بحال الاخرين. ها هو الشكل النهائي ديال الميني بطبوط في الآلة ديال بانيني، عمرتو بالكفته، كيجي رائع وسهل وبنين صراحة. جربوه وغادي يعجبكم، تقدروا ديروه في الكوتي، ديروه في العشاء، زوين. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم وللتتبع ديالكم، مرحبا بكم في القناة.